اطمن والمصحف ما قلت لها حاجه، واخر ما زهقت راحت تنام. طب وكان لازمتها ايه من الاول يا غبيه؟ انا استاهل ضرب الجزمه اني قلت لك من الاول. يا عم فكك بقى وخلينا في الحوار. مفيش لا حوار ولا زفت. ليه كده؟ ما لحقتهاش طبعا. هو في حفله اوبرا بتشتغل لحد الساعه 12 يا فاتن. يا دي النحس. طب ايه، ما سالتش عنها ولا اي حاجه؟ ما هي دي المصيبه. مصيبه ايه؟ طلعت مخطوبه؟ لا متجوزه والكلام يهقر صح؟ لا لا ما تخافيش، ولا مخطوبه ولا متجوزه. امال في ايه؟ ما تنطق. ما ينفعش ما ينفعش يا فاتن. انا كنت عارف ان مستواها كبير، بس ما كنتش متخيل انه كبير قوي كده. طب وانت عرفت منين؟ ما انا واقف قدام الفيلا بتاعتها دلوقتي. رحت الاوبرا وسالت الناس وعرفت عنوانها، واديني واقف قدام الفيلا بقالي ساعه مش عارف انا بعمل كده ليه بالظبط. استني استني، انا بصيت لفوق وشفتها يا فاتن طلعت البلكونه وبتعزف. انا شايفها قدامي دلوقتي. ده بجد؟ مستحيل مستحيل تكون دي بني ادمه زينا وعايشه معانا على الارض. دي فعلا زي ما ابوها سماها بالظبط، جنه. هاي هاي التحفة والله تحفة. ايه ده، هو انا شكل اهبل ولا انا نقلت الدنيا؟ ايوه يا بنتي هو والله. لا يا شيخ، الواد اللي بيحضر لك على طول ده. ايوه هو. انا ما اعرفش يطلع ايه ده. انا كنت حاسه ان نظراته مش طبيعيه. انا كنت فاكره ان هو معجب بمزيكتي وبالفن لكن توصل انه يقف تحت البيت وفقت زي ده؟ طب ومستنيه ايه يا جنه؟ اقفلي معايا وكلمي باباكي دلوقتي، ممكن يكون شارب ولا بلطجي وممكن يعمل اي حاجه تاذيكي يا حبيبتي. كلمي مين يا جنه؟ معرفش يا فاتن معرفش. هي لما شافتني وعينيها جت في عينيها فجاه اتخضت ودخلت بسرعه وما خرجتش لحد دلوقتي. وشها هتنزل لك. تنزل مين يا متخلفة انت؟ طب والمصحف السنارة المرة دي غمزت، في واحدة هتلاقي روميو تحت شباك بيتها كده وتضيعه. روميو مين الله يحرقك يا بت؟ بقولك فاتن تليفون فصل شحن، بس فعلا ممكن البت فاتن يبقى عندها حق، هما بنات وفاهمين بعض، ممكن فعلا تبقى هتنزل. وبعدين يعني انا برضه واد حليوه يعني وجايب بدله وجرفطه حمرا شكلها وقعت والله. هو ده؟ ايوه. يعني برقبك؟ لا مش بالمعنى ده، هو بس بيحضر كل حفله انا فيها، ودلوقتي اتفاجئت لما لقيته واقف قدام البيت. تعمل ايه؟ ايوه يا سياده اللواء. أمال أنا أيوة أرجوك. إزي حضرتك؟